نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. في اليوم الرابع للحرب الروسية على أوكرانيا بكل مندرجاتها ونتائجها، المشهد على صورة التالية: القوات الروسية هاجمت منشآت نفط وغاز في أوكرانيا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة التأهب القصوى ووضع القوات المسلحة بحالة الطوارئ العسكرية. القوات الأوكرانية تدافع بقوة عن كييف وخيرسون وخاركيف وباقي المدن، في حين تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعوى لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا. هذا على الأرض وفي الجو والبحر. أما على مسار التفاوض لتدارك انزلاق خطير يطال شرق القارة الأوروبية، وقول المستشار الألماني بلسان الصوت الأوروبي أن الرئيس الروسي يحاول إحياء الإمبراطورية الروسية ورسم عالم جديد، جاء الإعلان الروسي الأوكراني عن قبول التفاوض والبدء به بوساطة إسرائيلية اطلعت عليها إدارة واشنطن ودون شروط مسبقة، وذلك على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء عند نهر المدينة التي لقبت بمدينة الأشباح بعد أبشع كارثة نووية إنسانية في تشيرنوبيل. ومع نزوح مئات الألاف من الأوكرانيين إلى الدول المجاورة لحدود بلادهم، وحيث أن للبنان حصة دائمة في الصراعات، أعلن الأمين العام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أنه تم الاتفاق مع السلطات البولندية وبتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا لاعتماد مركز جمعية الصداقة مع الأطفال في منطقة ويزولينيا في العاصمة البولندية وارسو لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا تمهيدا لإجلائهم والعودة إلى لبنان. ومن بيروت، وبعد الاضطراب في المواقف تجاه بيان الخارجية اللبنانية، كان إعلان للسفير الروسي في لبنان أن هذا البيان لا يراعي العلاقات الثنائية الودية بين البلدين، وفي الأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا، فيما يعقد سفير أوكرانيا في لبنان غدا مؤتمرا صحفيا في أعقاب مؤتمر نظيره الروسي. وبالعودة إلى الواقع السياسي الداخلي، فترقب لشهر أذار الذي يشكل نهاية مهلة تسجيل المرشحين وتسجيل اللوائح الانتخابية بما يفرض اكتمال صورة التحالفات. واليوم كان تأكيد من المفتي دريان بأن التصويت الكثيف هو رسالة أمل ورجاء وإيمان، والكلام عن الاستمرار في فرض الأمر الواقع هو تخريب محض، في حين شدد المطران عودي أن الدينونة آتية على أمل أن تبدأ بوادرها في أيار المقبل في صناديق الاقتراع. فهل هناك وبعد كل تلك الدعوات من لا يزال يراهن على تطيير الانتخابات؟ البداية من تطورات الميدان في الداخل الأوكراني. لا شيء أكيد حتى الساعة لا في الميدان الأوكراني ولا على خط المفاوضات الروسية الأوكرانية عند الحدود البيلاروسية، وسط تضارب في المعلومات واستخدام ممنهج للمنابر الإعلامية لا سيما شبكات التواصل كمنصات لبث الأخبار المغلوطة كسلاح للضغط النفسي، لكن المحسوم حتى الآن أن الأرض على اشتعالها ومفتوحة على مختلف السيناريوهات مع تدويل الصراع في العلن بعد أن كان من تحت الطاولة. وفي إطار ما سبق، أن وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر مرسوما خاصا بشأن تشكيل فرقة دولية من المتطوعين، معلنا في مؤتمر صحفي أن بلاده تلقت المئات من الطلبات من أجانب، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل التحاقهم بالجيش، شاكرا كل الدول التي زودت أوكرانيا بالسلاح. روسيا عاجلت بالرد بالإعلان أنها ستنفذ ضربات مستهدفة الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف، التي تشهد عند لحظة كتابة هذا التقرير وفق المعلومات الواردة أصوات انفجارات في محيطها وسماع صفارات الإنذار من جديد. بالعودة إلى المفاوضات وبمعزل عن نتائجها، نقل الرئيس الأوكراني أنه قال لرئيس بيلاروسيا أثناء محادثة جمعتهما: لا أريد صواريخا وطائرات هليكوبتر تطير من بيلاروسيا إلى أوكرانيا، فمن يفرض شروطها على من وإلى ما ستفضي المفاوضات؟
إذن بوتين يرفع ورقة النووي وحرب السماء تتواصل. العالم برمته يتنفس على إيقاع تطورات الحرب الروسية الغربية على الملعب الأوكراني. موسكو التي تحارب في فنائها الخلفي مخافة مستقبل ضبابي بالنسبة لها وفق تبريرها، ترفع الورقة الحمراء وتوقد القلق في القلوب مع أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيادة العسكرية بوضع قوات الردع الروسية في حالة تأهب قصوى، وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية، عازيا الخطوة إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو، الأمر الذي وضعته واشنطن في إطار نمط التهديدات الروسية المفتعلة لتبرير أي عدوان. أما الصين فرأت أن العقوبات على روسيا لن تسبب خسائر اقتصادية لموسكو وللغرب فقط، بل ستمنع التوصل لحل سياسي. في المقابل الغرب يواصل الحشد بغية تحقيق مزيد من الفعالية في حصار روسيا. مواقف وقرارات من هنا وهناك تزيد من حدة الأزمة، وجديدها توالي الدول التي تنضم إلى حرب السماء المغلقة، آخرها كندا التي أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية. إسبانيا قررت الأمر عينه، وكان عدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا اتخذت نفس الإجراء ردا على حرب أوكرانيا وفق قولها. في موازاة كل هذا التصعيد موقف إماراتي محايد عبر عنه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الذي شدد على أن بلاده تحس على إيجاد حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وأن الانحياز إلى أي طرف لا يؤدي إلا إلى مزيد من العنف، قائلا نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لا يفضي إلا إلى المزيد من العنف. أما مصر فدعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين للتباحث في التطورات الجارية في أوكرانيا. البابا فرانسيس يحث على دعم أوكرانيا ويدين دعاة الحرب. دعوة لفتح ممرات إنسانية بشكل عاجل لمساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا أطلقها البابا فرانسيس، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتوهم ما يشعلون الحروب أن الله يقف معهم. وإزدان دعاة الحرب وكل من يثق في منطق الأسلحة الشيطانية الفاسد وفق قوله، مناشدا دعم أوكرانيا، توجه البابا فرانسيس إلى المحتشدين في ساحة القديس بطرس، حيث كان البعض يحمل أعلاما أوكرانية بالقول الحرب تمزق قلبي. مناشدة البابا فتح ممرات آمنة تزامنت مع تأكيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 368 ألف شخص هربوا من أوكرانيا حتى صباح الأحد. وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه، مضيفة أن العدد الجديد مبني على بيانات قدمتها السلطات الوطنية لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين. وعبر عدد كبير من المهاجرين الأوكرانيين إلى بولندا المجاورة التي أحصت سلطاتها نحو 156 ألف لاجئ وصلوا لأراضيها منذ بدء الحرب، وقد وصل هؤلاء بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام بحسب فرانس بريس. وبالإضافة إلى بولندا، ذكرت فرانس بريس أن الفارين توجهوا إلى مولدوفا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا إضافة إلى ألمانيا. أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في بيان أنه تم الاتفاق مع السلطات البولندية وبتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا لاعتماد مركز جمعية الصدقة مع الأطفال في منطقة ويزولينيا في العاصمة البولندية وارسو لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا تمهيدا لإجلائهم والعودة إلى لبنان في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين في أوكرانيا. ويمكن التواصل مع المركز المشار إليه عبر الرابط الإلكتروني الوارد على الشاشة. طالبت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعة الأجنبية في بيان وزارة الخارجية والمغتربين والدولة اللبنانية بالتفاوض مع السفارة الروسية لفتح ممر آمن للطلاب اللبنانيين إذن الموجودين في مدن شرق أوكرانيا ليتم إجلاؤهم عبر الحدود الأوكرانية الروسية. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر بالآتي، في هذه العاصفة التي تضرب الشعب الأوكراني الذي يدفع ثمن صراعات المحاور الكبرى الأوروبية والعالمية، أقترح وقفة تضامن من الطلاب العرب هناك وهنا إلى جانب الشعب الأوكراني. إن أوكرانيا حضنت أجيالا من خريجي لبنان والعالم العربي لا للحرب. إذن السفير الروسي في لبنان ألكسندر داغوف رأى أن بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات الثنائية الودية بين البلدين،
وفي الأيام الصعبة نعرف من معنا ومن ضدنا. لا أظن إلا هذه البيان يؤثر كثيرا على العلاقات الثنائية بين روسيا والجمهورية اللبنانية، ولكن طبعا نحن دائما كأي دول نحن نشوف يعني في الأيام الصعبة مين معنا ومين ضدنا. نحن لا نبذل حرب بين روسيا والأوكرانيا، ونحن ضد أي حرب في كل العالم. قال متعاملون ومحللون إن صادرات روسيا لكل السلع من النفط مرورا بالمعادن والحبوب ستتعرض لعراقيل وتعطل بالغ بسبب عقوبات شديدة فرضها الغرب، مما سيواجه ضربة للاقتصاد الروسي ويضر أيضا بالغرب مع زيادة الأسعار والتضخم. واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو. أعلن الاتحاد الدولي للجيد أنه أوقف رئيسه الشرفي فلاديمير بوتين رئيس روسيا بعد دخول القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة. وقال الاتحاد الدولي في بيان: في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا، يعلن الاتحاد الدولي للجيد إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين. وسبق لبوتين 69 عاما الفوز بحزام أسود في منافسات الجيدو، كما شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان الجيدو التاريخ والنظرية والممارسة. وكان الاتحاد ألغى بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها ما بين 20 و22 من أيار المقبل. مزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة إلى اللبنانيين، دعا خلالها الجميع للنزول إلى صناديق الاقتراع، فالتصويت الكثيف هو رسالة أمل ورجاء وإيمان، وقال إن الانتخابات هي سبيل التغيير في الدولة الحديثة، علما أننا نسمع من الجهات المهيمنة القول إنها ستفوز وإنه لا شيء سيتغير، فكلام هؤلاء المراد به الاستمرار في فرض الأمر الواقع هو تخريب محض. المفتي دريان أضاف: سمعنا عن ملاحقات قضائية تطال قيادة قوى الأمن الداخلي، ونحن لا نقبل التعرض للشرفاء والحريصين على سلام لبنان وسلامة مواطنيه، ولا نقبل أن نصل إلى هذا الدرك من التسييس والتطيف. وأكد المفتي دريان أن لبنان عربي الهوية والانتماء بحسب دستوره الذي صيغ في اتفاق الطائف بالمملكة العربية السعودية، فلا حياة كريمة للبنان إلا بهويته العربية وانتمائه العربي الكبير مهما حاول التدميريون فعله. الدينونة آتية على أمل أن تبدأ بوادرها في أيار المقبل في صناديق الاقتراع، حين يجب أن يعبر اللبنانيون عن قرفهم ورفضهم وغضبهم بجرأة ومن دون خوف من ترهيب أو تهديد. الكلام لمتروبوليت بيروت لروم الأرثوذكس وتوابعها المطران اليسعودي في عظة الأحد. الدينونة العادلة آتية على أمل أن تبدأ بوادرها في أيار المقبل في صناديق الاقتراع، حين يجب أن يعبر اللبنانيون عن قرفهم ورفضهم وغضبهم بجرأة ودون خوف من ترهيب أو تهديد، فيدرك المرفوضون والمقصون حكم الشعب قبل الوقوف أمام الديان العادل في اليوم الأخير. على النتيجة ترضي شعبنا الحبيب فيشعر ببرودة القلب والروح ويتنفس الصعداء قليلا. أما من جهة التمييز والعنصرية فنأمل أن نرى وجوها نسائية تلمع في المجلس النيابي العتيد والحكومات المقبلة، لأننا قد عاينا ما فعله الذكور بهذا الوطن. إن المرأة الأمة والأخت والابنة والأرملة تعرف تمام المعرفة ما تعني المحبة الحقيقية والعطاء والتضحية. غرد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بذكرى تفجير سيدة النجاة عبر تويتر بالآتي: يوم خططوا لنهايتنا فأكملنا المسيرة.
رأى نائب رئيس حزب الكتائب والمرشح عن دائرة كسروان الفتوح جبيل سليم الصايغ أن الحرية فعل وليست شعارا وتحتاج موقفا محددا من كل قضية، ونحن جيل يمسك بيد جيل ويمشي مرفوع الرأس من أجل قضية لبنان. اليوم شو الخيار؟ عم بيخيرونا بين السياسة والمواجهة، عم بيقولولنا عدوا عاقلين وكونوا واقعيين، فهموا بقى انه السياسة هي فن الممكن، وانه للضرورة احكام، وانه الايد اللي ما فيك عليها بوسة ودي عليها بالكسر. فهموا انه لبنان بلد التفاهمات، وفي القاعدة وفي الاستثناء. كونوا شاطرين، ركزوا على الاستثناء. ايه معهم حق، صارت صحتنا استثناء، والدواء استثناء، وجامعاتنا ومدرستنا وشغلنا ولقمة عيشنا استثناء، والوصول لحسابنا وجنى عمرنا استثناء، الضوء والمي ببيوتنا استثناء، حتى الحقيقة والعدالة صاروا استثناء، كله استثناء. إذا كنت شاطر بعرفهم هن، إذا كنت شاطر بتقبل تعيش مذلول، وإذا ما كنت شاطر بتروح عليك. وإذا بدك الباسبور اللبناني يرجع محترم بكل البلدان وما تساوي، تفضل ما تساوي وتدعم محور الممانعة، محور الكبتاجون والخلايا الإرهابية والصواريخ البالستية على السعودية والإمارات العربية. ما فيك تحكي هون شي وهونيك، لأنه عندك مصلحة شي تاني. بالعودة إلى ملف أوكرانيا، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالآتي: قادة الناتو يدلون بتصريحات عدوانية ضدنا، لذا قررت وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب. من مشغرة أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن الانتخابات ستشهد تأييدا للمقاومة، وأن على الأدوات الأمريكية في لبنان أن يتعظوا مما حصل في أوكرانيا. على الأدوات الأمريكية في لبنان أن يتعظوا مما حصل في أوكرانيا. وحسنا فعل العدو أنه بالأيام الماضية أعلن العدو الإسرائيلي جهارا دعمه لخصوم حزب الله في الانتخابات النيابية القادمة، وطالبت إسرائيل العالم بدعم خصوم حزب الله من أجل هزيمة حزب الله في الانتخابات. العدو الإسرائيلي عندما يراهن على أدوات السفارات يفضحهم، وعندما تجاهر أدوات السفارات بأن برنامجها الانتخابي هو استهداف المقاومة أولا وثانيا وعاشرا، فهذا علينا الكثير. اكتشافات بيئية لمجموعة اكتشف عكار. منظر المرعبة: مجموعة اكتشف عكار تواصل اكتشافاتها البيئية والسياحية في عكار والوجهة اليوم بلدة عكار العتيقة الغنية بثروة بيئية. نحن اليوم عم نزور أهم معلمين بعكار العتيقة، هني المعلم الطبيعي يلي هو مميز جدا، هو شلال عكار العتيقة يلي هو يعتبر أعلى شلال بالمحافظة، وعم نزور أيضا قلعة عكار العتيقة التاريخية اللي هي معلم تاريخي مهم جدا بعكار العتيقة، ومعروف أيضا باسم حصن آل سيفة. نحن اليوم بهالبلدة هيدي الغنية بالتاريخ والآثار والغنية بالطبيعة والبيئة، وعكار العتيقة ما بننسى أنه هي تحتضن تقريبا غابات شوح كتير كبيرة اللي هو الشوح الكليكي المنتشر طبعا بجبال عكار ككل من الأبيات وصولا لوادي جهنم. بلشنا من جرود عكار العتيقة لقلعة آل سيفة. الشباب المعنى اليوم كانوا بجننوا طقس حلو، رغم انه في شوية برودة، بس كانت كتير كتير رحلة حلوة. ونتمنى لكل مين في بلبنان من جنوبه لشرقه لغربه يجوا يكتشفوا عكار.
عكار مناطق فيها مناطق أثرية كتير 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 وطبيعة أحلى من الطبيعة بالبلد. احنا حالياً بقلعة عكار العتيقة، هالقلعة يلي هي من ضمن المتحف الطبيعي يلي بتضمه عكار العتيقة. عكار العتيقة متحف متكامل من جمال غابات، من آثار، من تاريخ، ونحن هلأ على درب القلعة يلي ببلش من نبع الشوح وبينتهي بالقلعة هون. الدرب كتير مميز واللي رسميته مجموعتنا مجموعة اكتشف عكار ضمن خطتها رسم دروب بمحافظة عكار ونمشي الناس عليها. لهوات السياحة البيئية أهلا بكم في عكار والبيت بيتكم. من عكار منذر المرعبي، أمين سليمان، تلفزيون لبنان. كشفت وكالة الأنباء الإيرانية رسمية أن كبير المفاوضين النوويين في إيران علي باقر كنيز يعود إلى فيينا آتيا من طهران ليستأنف مشاركته في الجولة الثامنة من المحادثات النووية الاثنين بعد مشاورات مع المسؤولين في طهران. إلى ذلك أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن المحادثات التي تجريها طهران مع القوى الدولية الكبرى في فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي قد بلغت مرحلة حرجة تحتاج قرارات جادة من الجميع. في الخبر الأخير، قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في كانون الثاني الماضي. وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان أن الولايات المتحدة نددت بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. وأضافت القيادة أن واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها زعزعة الاستقرار. ألقاكم في النشرة الصباحية. إلى اللقاء.